أخبار اليوم. مستر رحيل التوهاني مدير ديزرت روز وعضو مجمع السياحة الغردقة. في البداية يعني عاوزين تعرفنا بنفسك أكتر والتايتلات بتاعتك أكتر. أنا اسمي وحيد التهامي، مدير عام فندق ديزرت روز في الغردقة ورئيس الهيئة العليا للمجمع السياحي في البحر الأحمر. بشتغل في الغردقة تقريبا من 21 سنة. الحمد لله احنا بنحاول انه نعمل اللي نقدر نعمله علشان السياحة تتعافى وتنشط وتشتغل، نقدر يكون في مورد رزق لكل العاملين بالسياحة وبرضو مورد للدخل القومي في مصر، بين السياحة بتدر برضو عائد مش قليل. بنتمنى ان العائد ده يوصل لانه يبقى هو رقم واحد في الاقتصاد القومي، دعما للاقتصاد القومي في مصر. وبنتمنى تكاتف كل الجهات وكل الوزارات المعنية اللي ممكن تكون ليها علاقة بوزارة السياحة أو بالعملية السياحية في مصر، اللي تخلينا نقدر نوصل فعلا بالمنظومة السياحية إن هي تبقى الدعم الأول والأساسي للاقتصاد في مصر. هو طبعا احنا شفنا 3 سنين كانوا صعبين جدا، فنادق كتيرة كانت قفلت ابوابها بالكامل لفتره كبيره بعد الثوره مباشره. الحمد لله الامور بدات تنتعش السنه دي من شهر يمكن ابريل، مجرد الترشيحات الرئاسيه ما ظهرت، حتى قبل ما تتم الانتخابات بدات الامور الناس تحس باستقرار كبير، وبعد انتخابات الرئاسه كمان برضو الاستقرار بدا يزيد اكتر. والحمد لله في البحر الاحمر ما كانش فيه اي مشاكل امنيه، ولكن كانوا النزلاء او السواح بيسمعوا عن الاوضاع في مصر بشكل عام، ده كان بيأثر برضو على اختيارهم لمدينه الغردقه كاحدى مدن جمهوريه مصر العربيه بيخافوا يكون فيها اي حاجه بتحصل. الامور مستقره كتير الحمد لله دلوقتي، والسياحه بدات تزيد في الصيف بشكل كويس، وبدات لحد تقريبا نهايه العيد كانت نسب الاشغال عاليه جدا بتفوق 90% في معظم فنادق البحر الاحمر بشكل عام. زيارة الرئيس السيسي لروسيا أثرت في السياحة وطمأنت الشعب الروسي إنه يجي يعمل سياحة هنا؟ هو طبعا الدعم السياسي للقطاع السياحي بيفيد كتير وبيبقى ليه تأثيرات إيجابية كتير. زيارة الرئيس السيسي لروسيا طبعا برضو كل روسيا عرفت انه الرئيس السيسي رايح يزور روسيا، وبدأوا بيحسوا بنوع انتعاش العلاقة بين مصر وروسيا، فده يمكن في البداية كان شجع كتير من الروس ان هم يطمنوا ييجوا مصر. احنا نتمنى بقى انه رئيس السيسي يدعو الرئيس الروسي لزيارة مصر وندعوه في الغردقة يشوف منتجعاتنا ويشوف السواح الروس اللي بيجوا عندنا، يشوفهم بعينه ويشوف بنفسه المدينة ويشوف الفنادق ويشوف الناس ويتكلم معاهم ويتحاور معاهم. ده ممكن يكون فعلا أكبر دعم ممكن يحصل لإنعاش السياحة الروسية بشكل أكبر لمدينة الغردقة. باعتبار حضرتك منصب مدير عام الغردقة، عايز أسأل إيه التحديات اللي بتواجه حضرتك دلوقتي، أو التحديات اللي بتواجه السياحة في الغردقة بشكل عام في ظل الانحسارات الاقتصادية اللي حصل على روسيا؟ هل ممكن أثر على التوافد السياح إلى التوافد السياح الروس إلى مصر؟ هو الأزمة الأخيرة اللي حصلت في روسيا واللي هي نتجت عن شبه الحصار الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي على روسيا فيما يخص التعاملات الاقتصادية والتجارية والاستيراد والتصدير والحاجات دي كلها، أثرت جدا على سعر الروبل الروسي. يعني لو قلنا أنه من شهر ونص كان الدولار بحوالي 30 روبل، النهاردة وصل 42 و43 روبل، ودي زيادة تقدر بحوالي 48% تقريبا. ده أثر على حاجات كتير، على ارتفاع الأسعار داخليا جوه روسيا كمان، زائد أنه سعر الرحلة اللي كان بيشتريها ب1000 دولار كانت بتكلفه حوالي 30000 روبل، النهاردة بتكلفه 45000 روبل. فالعباء المالية زادت على المواطن الروسي، ما بقاش عارف يلبي احتياجاته اليومية المعيشية ولا يحوش جزء يجي بيه يتفسح في مصر. ده أثر طبعا في الفترة الأخيرة على أعداد السائحين اللي بيجوا لمصر أو اللي بيتحركوا من روسيا عموما لأي دولة، سواء لمصر أو لأي دولة تانية سياحية. ده بيقابله من ناحيتنا ان احنا بنحاول ننزل شويه برضو بالاسعار علشان نخفف الاعباء على السائح الروسي ونخليه قدرته الماليه تدعمه ان هو يقدر يشتري رحله لمصر ويجي يتفسح في الغردقه. طب في التحدي، في تحديات ثانيه غير التحدي؟ يعني التحدي بشكل عام
التحديات اللي بشكل عام اللي بتواجه القطاع السياحي احنا اتكلمنا فيها كتير برضو في قنوات تلفزيونيه وفي لقاءات وحوارات وفي مقالات في الجرايد، تعدد وتداخل الجهات الرقابيه على المنشآت السياحيه وعلى الفنادق يمكن بشكل خاص. الجهات دي متعدده جدا، قرارات بتصدر وقوانين بتصدر بتتضارب، وبنخلي في الاخر اللي بيعمل في القطاع السياحي او في منشأة سياحيه وخاصه في الفنادق مطالب ان هو عشان يعمل تصريح لحاجه معينه بيتعامل مع 5 أو 6 أو 7 أو 8 جهات، كل جهه بتمشي في ناحيه وكل جهه بتطلب طلب قد يتعارض مع طلب الجهه الاخرى، واحنا بس بنطلب تذليل العقبات اللي بتعوق العمليه السياحيه في مصر، ومن اهمها موضوع التصاريح في كل حاجه، كل خطوه محتاج يعملها السائح لازم الفندق يعمل بيها تصريح، لو عاوز يطلع سفاري بالليل لازم تصريح، لو عايز يطلع بحر بالليل لازم تصريح، لو عايز يطلع بالنهار لازم تصريح، لو عاوز يتحرك في اي مكان في الصحراء يعمل رحله يطلع جبل لازم تصريح. احنا ما عندناش مشكله طبعا التصريح دي من الناحيه الامنيه مطلوبه، احنا بس بنطلب توحيد على الاقل توحيد الجهه المانحه للتصريح دي، زائد انه في الغردقه فيها حوالي 220 فندق، في مكاتب كتير للتصريح مش موجوده في الغردقه، بنضطر ان احنا ننزل نعمل التصريح دي في القاهره، في حين ان فنادق الغردقه قد فنادق القاهره يمكن يفوقها عددا بكتير، والانواع دي من التصاريح مش مطلوبه في فنادق القاهره زي ما هي مطلوبه في الغردقه، ومع ذلك بنضطر برضو ان احنا ننزل القاهره نعمل تصريح، وممكن يرجع فيه خطا في ورقه فالموظف يرجع تاني للبحر الاحمر للفندق اللي هو فيه في الغردقه، وما بيقدرش يبات في القاهره لانه ممكن الموظف ده يكون من قنا او من سوهاج او من اسيوط، بنضطر يا اما نحجز له فندق في القاهره يا اما يفضل رايح جاي من القاهرة للغردقة علشان يخلص تصريح، سواء تصريح عمل لأجنبي أو تصريح خاص بالفندق أو إدارة الفندق. احنا بنطلب أن يكون في مكان في البحر الأحمر اللي فيه جزء كبير جدا بيمثل حوالي 40% من السياحة في مصر، يكون في مكاتب بتخدم المنشآت السياحية نقدر نخلص منها تصريحنا، نخفف الأعباء شوية على موظفينا، ونخفف الأعباء على الطرق، ونخفف الأعباء على الأوتوبيسات، ونخفف الأعباء على حاجات كتير جدا جدا، وتسهل في الوقت وتسهل في الإجراءات وتشجع الناس إنها تشتغل في السياحة. المجمع السياحي ما متقدمتوش ده للجهات الحكومية أو الناتو كمحافظة كوزير السياحة، ما عندوش تكتل تطلب احنا حضرتك اتكلمنا في الحاجات دي في القنوات التلفزيونيه المصريه قبل كده، يعني انا اتكلمنا فيها كتير وناشدنا فيها الوزراء المختصين سواء التنميه المحليه او السياحه او الداخليه او القوى العامله اللي هم بيرتبطوا ارتباط يمكن وثيق شويه باكتر من الوزارات الثانيه بالعمليه السياحيه، لكن برضو احنا مش عارفين ايه الاسباب اللي بتمنع ان يكون في مكاتب هنا لاستخراج مثل هذه التصاريح او التراخيص عشان نسهل على الناس. احنا ما عندناش مشكله في التكلفه الماليه او الماديه للتراخيص دي، لو بيتكلف جنيه او بيتكلف 1000 او بيتكلف 10 ما عندناش مشكله ان احنا نعملها، احنا كل اللي بنطلبه تسهيل الاجراءات، يكون في مكتب في الغردقه يخدم ال 200 فندق، لو ال 200 فندق كل فندق عنده 5 أو 6 اجانب او طبقا لقانون العمل 10% من الموظفين محتاج ان هو يعمل رحلات مكوكيه تبقى طول السنه رايح جاي على القاهره، وده طبعا مش منطقي لانه ده مش لود بس على الموظف ولا عبء على الفندق، ولكن عبء برضو زي ما قلت لحضرتك الاوتوبيسات بتبقى زحمه والطرق بتبقى زحمه والبيروقراطيه، واحنا عايزين نخرج من المركزيه اللي في القاهره من كل حاجه عشان نبدا نشجع تنميه المجتمعات العمرانيه الجديده والمجتمعات الجديده يحصل فيها تنميه سكانيه وتنميه بشريه، ما نبقاش كل حاجه مرتبطين ان احنا لازم ننزل القاهره نخلص الورقه دي، وممكن انزل القاهره يومين عشان اخلص تصريح قيمته الماديه 5 جنيه، يعني ممكن اصرف الموظف بتاعي يصرف مواصلات واقعده في فندق مثلا 3 نجوم او حاجه في القاهره اصرف 1000 جنيه عشان اطلع تصريح ب 5 جنيه. طبعا الكلام ده مش منطقي، نتمنى ان العقبات دي والبيروقراطيه دي تزول في العهد الجديد، بنطلب برضو من الرئيس السيسي ان هو ينظر اكتر للقطاع السياحي والمشاكله ويسمع المشاكل من قلب القطاع مش من الاستشاريين او من المكاتب الاداريه الموجوده في القاهره او الغرف، يسمع من الناس اللي بتشتغل اللي ايديها في النار زي ما بيقولوا مش في الميه، يسمع مننا احنا عندنا ملفات مشاكل ضخمه جدا بتعوق العمليه السياحيه، احنا قادرين كسياحيين ان احنا نهض بالقطاع ده ونتحدى بيه اي مورد للدخل القومي في مصر، ولكن في سبيل ده لازم يكون في تذليل للعقبات الموجوده.
هو المهرجان الروسي او بنسميه الاسبوع الثقافي الروسي كان بيتعمل في الغردقه بقاله حوالي 6 سنين او 7 سنين، اتعمل عندنا في الفندق هنا 3 مرات متتاليه. كان بيتم بالجهود الذاتيه للعاملين بالقطاع السياحي زائد الشركات المتخصصه في الدعايه والاعلان واقامه المهرجانات. السنه دي قرار ان احنا نعمل حاجه جديده، هنعمله ان شاء الله في شرم الشيخ لاول مره، هيتعمل ان شاء الله الشهر اللي جاي. الفرق بين المره دي والمرات السابقه ان المره دي ان شاء الله هيبقى برعايه وتنظيم السفاره الروسيه في مصر والجمعيه المصريه لخريجي الجامعات الروسيه والسوفيتيه في مصر. وطبعا في الحاله دي الدعم بيكون شكله مختلف والتنظيم شكله مختلف، الامكانيات شكلها هيبقى مختلف. في الغردقه كنا بنعمله دايما في شهر يناير، ولكن نظرا لانه في عندنا في شهر يناير في البحر الاحمر احتفالات العيد القومي للمحافظه، عشان كده نقلنا المهرجان الاسبوع الثقافي الروسي من على خريطه المهرجانات من شهر يناير لشهر مارس. بيكون الجو بدا يبقى مظبوط اكتر، بيكون في عدد اكبر من السواح الروس برضو علشان يستمتعوا بفعاليات المهرجان. المهرجان السنة إن شاء الله في الفروقات الكبيرة الأساسية، ومفروض الكلام ده طبعا من داخل اللجنة لسه ما أعلنش، أنه هيكون في تمثيل دبلوماسي بشكل مختلف عن المرات السابقة، وهيكون في حوارات مائدة مستديرة لدعم العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والثقافية بين مصر وروسيا. فإن شاء الله ابتداء من المهرجان اللي هيتعمل في شرم الشيخ الشهر اللي جاي هيبقى شكل المهرجان الأسبوع الثقافي الروسي هيبقى مختلف عن كل المرات السابقة. بالنسبة للفعاليات الثقافية والحفلات، الفعاليات الثقافيه والحفلات احنا قررنا ان احنا نجيب، احنا كنا السنه اللي فاتت جبنا اوركسترا من روسيا، السنه دي ان شاء الله هنجيب برضو فرقه عزف اوركسترا زائد فرق فنون شعبيه زائد دعوه السيد السفير الروسي شخصيا لحضور الفعاليات المهرجان. في عندنا الانشطه الثقافيه، هيبقى في انشطه للقرايه، وهنعمل زي محكه للاطفال للكتب او للادب الروسي المترجم للغه العربيه بشكل معتمد. هنعمل مسابقات برضو للاطفال شويه، لانه الروس بيهتموا جدا بالانشطه الخاصه بالاطفال. هنعمل لهم برضو انشطه في الرسم وانشطه رياضيه وانشطه ثقافيه ومسابقات علميه علشان ندعم المهرجان بوجود انشطه للاطفال، وده برضو هيبقى زياده على المهرجانات اللي فاتت. احنا بنتمنى طبعا حضور السيد وزير السياحة، احنا عملنا مهرجانات كتير، هو طبعا حضر جزء منها، ولكن المهرجانات اللي بيبقى ليها طابع تبادلي مع دولة تانية بشكل مختص، وخاصة دولة زي روسيا داخلين في نوع جديد من احياء العلاقات بين مصر وبين روسيا، بنتمنى انه يكون ان شاء الله حاضر معنا المهرجان بتاع شرم الشيخ ومهرجان الغردقة برضو. وزير الثقافة برضو هيبقى مدعو للمهرجان، السفير المصري في روسيا المفروض انه هيبقى مدعو، السفير الروسي في مصر ان شاء الله برضو مدعو معانا، مديرين المراكز الثقافية في مصر مدعوين، تمثيل للجالية الروسية المقيمة في الغردقة، لانها طبعا اكبر جالية روسية موجودة في مصر كلها موجودة في الغردقة، بنعمل لهم تواصل، بنعمل معهم تواصل على الانترنت، وبييجوا يحضروا معانا المهرجان، ويبقى اعدادهم كبيره جدا بتوصل ل 500 و600 فرد جايين يحضروا كل يوم الحفلات بتاعتنا، فده ان شاء الله برده هيدي شكل مختلف للمهرجانات اللي جايه عن اللي قبل كده. هي ليها تأثير خارجي أكتر من الداخلي، لأنه إحنا بنجيب كل وسائل الإعلام المتاحة اللي ممكن نجيبها من روسيا، سواء كانت قنوات تلفزيونية أو جرايد أو بوابات إلكترونية وراديو، بيجوا يعملوا لقاءات ويسجلوا المعرض المهرجان وبيعرضوه على القنوات دي في روسيا، فكل المواطنين في روسيا بيشوفوا المهرجان اللي بيتعمل في الغردقة أو بيتعمل في شرم الشيخ، بيتفرجوا على الفنادق بشكل حي لايف، وبيتفرجوا على الانشطه، وبيتفرجوا على الجست الروسي او الزباين الروسي اللي موجوده وازاي بتستمتع بوقتها، ده بيكون حافز كبير ليهم ان هم يفكروا ييجوا الغردقه او شرم الشيخ يزوروها. عشان كده احنا بنطلب كل الدعم الممكن والتكاتف من كل الوزارات اللي بتبقى متصله باقامه مثل هذه المهرجانات، زي وزاره السياحه ووزاره الثقافه ووزاره الاثار ووزاره الداخليه ووزاره البيئه، كل الوزارات دي برضو بنحتاج لدعمها ولتكاتفها معانا اثناء اقامه مثل هذه المهرجانات لاظهار المهرجان في شكل اوضح. سؤال اخير بقى، حضرتك شايف الفتره المقبله؟ هو زي ما قلت لحضراتكم السوق الروسي فيه شويه مشاكل نتيجه الحاله الاقتصاديه في روسيا والحصار الاقتصادي المفروض عليها،
لكن احنا دايما بنقول ان السياحه في مصر بتمرض ولا تموت ان شاء الله. بنتمنى ان هي ما تمرضش حتى لفتره طويله. حاله الاستقرار اللي موجوده لحد كبير في البلد انعكست على حاله السياحه. احنا بس بنتمنى بنخاطب وزير التربيه والتعليم برضو لانه ليه دور كبير جدا في العمليه السياحيه. احنا بنطلب في المدن السياحيه زي الغردقه بالذات عدد اكبر من المدارس الفندقيه والمعاهد الفندقيه المتخصصه اللي بتقدر تطلع لنا كوادر نعتمد عليها في تقديم الخدمه للسائح اللي بيجي لنا من بره، لانه دلوقتي ما فيش اي كوادر مدربه. سوق العمل ما فيهوش كوادر مؤهله انها تعمل في المجال السياحي. عدد المدارس الفندقيه في المحافظات السياحيه قليل جدا، وفي مصر بشكل عام احنا لازم ندي اهتمام اكبر بالقطاع ده، وبدايه ان احنا نعمل المدارس دي نزودها المدارس السياحيه والفندقيه. هو ده الشخص اللي هيوصل الخدمه في الاخر للسائح اللي هيجي لي، هو ده السفير اللي بيقابل كل زبون بيجي مصر، هو اللي بيعرف ازاي يقدم له السيرفيس بتاعته او الخدمه بتاعته، بيعرف ازاي يقابله، بيعرف ازاي يرحب بيه، يبتسم في وشه، يبقى فاهم اهميه السائح. ده مش هيتم بشكل مظبوط الا اذا كان في خريجين بعدد كافي من مدارس فندقيه متخصصه ومعاهد فندقيه متخصصه، وده اقل عدد من المدارس موجود في مصر، في حين ان احنا عايزين ان السياحه تبقى رقم واحد في دعم الدخل القومي. طيب اشمعنى المهرجان الثقافي الروسي؟ اشمعنى روسيا بالذات؟ احنا في سنه من السنين، السنه اللي قبل اللي فاتت، عملنا برضو هنا مهرجان للدول السوفيتيه او دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهم حوالي 14 دوله. على سبيل المثال روسيا واوكرانيا وكازاخستان وتاتارستان وجورجيا. ولكن كان في بعض المناوشات السياسيه برضو كانت بتمنع انه الناس دي تقعد مع بعض على ترابيزه واحده. ده اثر شويه ان احنا ما نقدرش نعمله بشكل مجمع لدول الاتحاد السوفيتي السابق، فعشان كده رجعنا نعمله تاني كمهرجان روسي. الخطوات اللي جايه اللي احنا بنناقشها مع بعض السفارات وبعض مكاتب التمثيل السياحي بره، ان احنا عايزين نعمل مهرجانات مشابهه لبقيه الدول اللي بتورد لنا عدد معقول من السواح زي المانيا او زي بولندا، ودي ان شاء الله على الخطه بتاعتنا بتاعه 2015. شكرا ليكم، نورتوا الغردقه والبحر الاحمر.